وستبقى القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين. يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن مثل هذه التصريحات تمثل النظام الخليفي، وأن ما يسمى برلماناً في البحرين أكذوبة حاول الخليفيون ترويجها، لكنهم فضحوا أمام رؤساء البرلمانات العربية والذين عبروا عن سخطهم ورفضهم لمثل تلك المواقف المخزية. عاصمتها القدس الشرقية. أنا ليش بدي أقول القدس الشرقية؟ أنا بقول عاصمتها القدس الشريف. لا، ليش بدي أعطي ببلاش؟ أنا ليش بدي أعطي ببلاش؟ مثلا هني مش معترفين، نحن مش معترفين. نعم. نعم. سرعان ما انبرى وزير الخارجية الخليفي الذي بات يعرف كأكبر عراب للتطبيع على مستوى المنطقة للدفاع عن تصريحات نواب آل خليفة. قطع النظام الحاكم في البحرين شوطا كبيرا في العلاقات مع الصهاينة، ففي العام الماضي أرسل وفدا رياضيا إلى تل أبيب، وسبق ذلك زيارة لوفد ديني من الموالين لآل خليفة، كما تلاه وسبقه زيارات وفود صهيونية إلى المنامة سرا وعلانية، حتى أن مجموعة من الصهاينة رقصوا في وسط العاصمة المنامة مرددين أهزوجة تقول سنبني الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى. صور الخليفيين مع الرموز الصهيونية وتصريحاتهم التوددية تؤكد أن التطبيع الرسمي إنما هو مسألة وقت ليس إلا. Peace can only be achieved through understanding and active engagement. Love thy neighbor as thyself. الأمر لا يدعو للغرابة عند البحرانيين الذين اكتووا بنار النظام الحاكم كما اكتوى الشعب الفلسطيني بنار الصهاينة، بل إن السياسة هي ذاتها بين النظامين، فكلاهما يريدان استبدال السكان الأصليين بالدخلاء، وكلاهما يستهدفان دور العبادة والمقدسات الإسلامية ويمارسان كل الجرائم. غير أن هذا المنح المستفز لمشاعر العرب والمسلمين يدفعهم للوقوف مع محنة الشعب البحراني، ويدحض كل الافتراءات التي حاول الإعلام الخليفي والسعودي إلصاقها بثورة البحرين من قبيل التهم الطائفية والعمالة الخارجية. فشعب البحرين من أنقى وأكثر الشعوب حماسة وتضامنا مع قضية فلسطين، وآل خليفة يغرسون آخر مسمار في نعش العروبة والشرف.